بعد غياب لسنوات نجم استوديو دوزام مروان حداوي يعود للساحة الفنية. راجعني تاني بالأفراح، باغي تفكرني باللي راح. مروان قرر العودة للمجال الفني بأغنية يضع لمساتها الأخيرة حالياً. هذه الأغنية اسمها المعفرة من الإنتاج هاتش داون ريكورد، وتعاملت معها مع الفنان أنور مقدور، كلمات ولحن، وغنديروها على طريق الفيديو كليب إن شاء الله. معفرة واحد البنت معفرة زوينة، ومعفرة على واحد الدريري، وهذاك الدري باغي ما غيمشي تكون من نصيبه هي زعما. المفاجأة التي حضرها مروان لجمهوره هي مشاركة الفنانة سندية تاج الدين في كليب في أغنيته، وعن سبب اختياره لها بالتحديد قال مروان: لحتاش سميت الأغنية معفرة؟ نو نضحك معك، لحتاش سندية هي صديقة ديالي من زمان، و I'm so happy زعما غندير فيديو كليب مع سندية، لحتاش كنآمن بها و زعما كنحس بيها، زعما كتأدي واحد الحوايج اللي ماشي اي واحدة تقدر تأديهم. ف I'm so excited to be with me. سانديا كانت تبدو سعيدة اثناء جلسة التصوير الخاصة بكليب الأغنية، وكانت تقف على ادق تفاصيل العمل. انا بالنسبة لمروان هو صديق ديالي هذه سنوات، قبل ما يمشي لأمريكا وقبل ما يعني قبل ما تبدا لا كارير ديالي حتى انا، لا الشهرة ولا الفن ولا كنت باقا كنقرا، ولكن الشهرة ديك الساعة باقا ما كايناش، ولكن كنا زعما صحاب اصدقاء مقربين بزاف، ومن ديما هو كيامن بيا يعني كفنانة، وانا بيان سور كنامن بيه وكيعجبني الصوت ديالو. فمن بعد منين غبر كما كنقولوا في امريكا وداكشي ودابا قرر يرجع، بروبوز عليا قال لي ما كرهش ان تكون بيني وبينك واحد الكولابوراسيون ديال كليب ونشاركوا انا وياك في نفس العمل وداكشي. وانا جيت فريمون اوغوز باسكو بحكم الصداقه ديالي اللي معاه وبزاف ديال الحب ليا اللي هو معندي ليه، وبزاف ديال الاحترام وداكشي، وبزاف ديال الايمان بالصوت ديالو، يعني بصح غنبغي نشارك معاه. ولان هذه اول تجربه لتاج الدين في عالم الفيديو كليبات، سالناها عن الفرق بين التمثيل فيها والدراما. نقول لك فاش ما كيختلفش بالنسبه لهذا الكليب، بس بريميرمون زعما ما كنت غادي ندير كليب، ولكن بوغ مروان درتو بيان سور باسكو عزيز عليا بزاف. ما كيختلفش لحقاش بريميرمون حنا ركزنا اكثر حاجه على اننا صورنا قصه فوسط الاغنيه، كانت عندنا قصه، ويعني انا الاداء ديالي اللي كنت كندير كان اداء ديال الممثله، ما كانش اداء ديال الموديل ولا اداء ديال بنيته زوينه اللي غتكون حدا مغني ولا شي حاجه، يعني كنا غاديين في نفس يعني كاينه حبكه كاينه قصه. دونك بالنسبه لي ما لقيتش اختلاف. الاختلاف اللي كاين الوحيد هو انك تكون عندك واحد الموسيقى مطلوقه وانت كتادي عليها واحد 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 المقاطع ولا واحد المشاهد، فوالا دونك هذه لا ديفيرونس اللي كان. وحول اذا ما كانت سانديا فتاة معفرة كما قال مروان. شوف مروان خليه يقول داكشي اللي بغى، انا جو ليم بوكو، خليه يقول داكشي اللي بغى، مي في لو كليب غادي نجاوبكم زعما غتشوفوا انا معفرة ولا ما معفراش. ولطمأنة معجبيها الذكور اكثر. جامي دلا في شكون اللي قال لك هادشي غيخلق لي المشاكل مروان ماشي مشكل. نو جامي دلا في بلاكس، شو اون بيرسون فريمون اسي سامبل، كيعجبني نتعرف على الناس، كيعجبني نبارطاجي مع الناس الضحك، جوتو ماني ما شتي راسي انني معفره بلاكس. فهل ستكون هذه التجربه بدايه دخول سانديا تاج الدين لمجال الغناء؟ علاش لا، ما شوف ديما لافنيغ ما عمرك ما تحسب ولا تقول شي حاجه ما نقدرش نديرها ولا شي حاجه ما عمرني ما نديرها. لحقاش بزاف الحوايج منين بديت الفن كنت كنقول بيتيتخ ما عمرني ما نديرهم، ولكن لقيت راسي واحد النهار عاجبيني وانا فيهم وكنديرهم وبكل الحب زعما. فبالتالي زعما الوقت كتفهمك بان الحياه من هنا لقدام عمرها ما توريك شنو خصك دير وشنو ما خصكش دير. الحياه وانت غادي كتعيشها وانت كتكتشف معها شي حوايج زوينين وانت كديرهم بكل الحب. فوالا